بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح أتكلم عن شيء اسمه X intersection و Y intersection. ال intersection يعني بالإنجليزي تقاطع، يعني أجيب نقاط تقاطع اللي عند ال X axis وبعدين أجيب نقاط تقاطع لل Y axis. أول ما تشوفين كلمة X intersection يعني معناته على طول أن ال Y تساوي صفر، وال Y intersection يعني معناته أن ال X تساوي صفر، يعني هذول عكس بعض. إذا قالت تجيب نقاط التقاطع حق ال X axis راح تقولين أن ال Y تساوي صفر، تروحين تعوضين مكان ال Y، تشيلين ال Y تحطين مكانها صفر. إذا قالت أن ال Y intersection هي لأب نقاط التقاطع حقها، فتقولين أن ال X تساوي صفر وتشيلين ال X بالمعادلة وتحطين مكانها صفر. طبعا هذه من أسهل المسائل إذا جتنا، طبعا ما تجي بالمترمات بس راح أحتاجها بالدروس الجاية، فلازم أعرف أفرق بين intersection بالx والy. هني قايل لي إنه find the x and the y intersection أو intercept نفس الشيء of the f للx يساوي 5x ناقص 10. طبعا حين نعرف لما يكون الf للx هذا شو معناته، يعني معناتها y. أنا ما أكتب دالة شو أقول، أقول y تساوي صح أو f للx تساوي، ما أقدر أكتب دالة 5x ناقص 10 بدون شيء بدايتها، فلازم بدايتها من f للx أو الواي، فمعنات الاف للاكس يعني هذه اللي هي الواي. أوكي، بما أن هني في اكس يعني معناتها هذه الواي. لما يقول لي اف للواي وهني في الواي يعني معناتها هذه الاكس. أوكي، تكون هني واي فهني هذه تكون الاكس، إذا كان هني اكس هذه الواي. أوكي، فالحين بما أن شنو نقاط التقاطع للاكس ونقاط التقاطع للواي، فأروح أشيل إذا قال لي إذا تجيبين X intersection أول شيء أو X intercept تقولين إن ال Y هي اللي تساوي صفر، فتشيلين ال Y هذا الدالة عندي، تشيلين ال Y تحطين مكانها صفر، تطلع لي 5X ناقص 10، تودين العشرة الطرف الثاني تصير معادلة من الدرجة الأولى حلها عادي، فتطلع لي قيمة ال X تساوي 2. طبعا أنا ما رح أقدر أخليها كذي، إذا خليتيها X تساوي 2 غلط. هو يبي نقطة تقاطع، نقاط تقاطع شنو يعني زوج مرتب، ما أطلع بس الإكس تساوي 2. أوكي أنا أدري أن الإكس تساوي 2 طلعت معي، بس كم قيمة الواي؟ فلازم أكتب زوج مرتب. أوكي أنت تدرين بعد أنك أنت شلتي واي حطيت مكانه صفر، بس هو ما يدري شنو الزوج المرتب. لما يقول إكس إنترسكشن ولا واي إنترسكشن يعني هو يبي زوج مرتب، لأنه هو عبارة عن نقطة تقاطع، يعني قاعد يقول تروح يجيبي نقاط التقاطع. نقاط التقاطع أو النقطة بشكل عام بالرياضيات شلون عبر عنها؟ عبر عنها بزوج مرتب. فلازم آخر شيء أكتب إذا الزوج مرتب اللي هو نقطة تقاطع ال X intersection، راح تكون ال X قيمتها 2 وال Y قيمتها 0. فلما أجيب ثاني شيء ال Y intersection نفس الشيء، ال Y intersection يعني ال X هي اللي بصفر، فشلت بالدالة قيمة X حطيت مكانها 0، فطلع لي 5 بصفر 0 سالب 10، إذا ال Y طلعت لي سالب 10. نفس الشيء أكتبها على شكل زوج مرتب. هذا بالنسبة إلى شنو إذا قال لي أبي ال X وال Y intersection.